طبعا كنت عارف حنا الخضر طبعا وكتعجبني وزوينه تبارك الله وكنتمنى لها التوفيق. وإيهاب هو كذلك كنعرفو وانا وياه دايرين فولو لبعضياتنا على الانستغرام وشفتو في دير جيست في مصر وسلمت عليه وانا كنفتخر بيه حتى هو. كيعجبني صوتو حشام فتا كنحطهم في الستوري ديالي ديال الانستغرام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.